بيبتدي فيلمنا النهاردة مع المحامية فيرجينيا، وبتروح فيرجينيا لرجل الأعمال المشهور أدريان وبتقوله إن هي جاية نيابة عن المحامي بتاعه، لأن هي من دلوقتي اللي هتتولى القضية بتاعته. وبتخش له للبيت فعلا وبتشوف أخبار في التلفزيون إن المصورة اللي اسمها لورا اتقتلت وإن المتهم بقتلها هو صديقها رجل الأعمال أدريان. المهم بتعرفه المحامية إن بسبب ظهور شاهد جديد في القضية إن قريب جدا هيطلبوا استجوابك في المحكمة، ولكن أدريان بيقول لها إن المحامي بتاعه أصلا مطمنه إن كل حاجة ماشية في القضية تمام، بس هي بتقوله الكلام ده فعلا كان صح بس قبل ظهور الشاهد الجديد، وان انت مش قدامك الا 3 ساعات بس قبل ما الشاهد ده يوصل للمحكمة، وانك لازم في خلال الثلاث ساعات الجايين دول تعرفني كل حاجة عن القضية، وانك لازم تتكلم معايا بصراحة لان كل ده هيبقى في مصلحة. وفعلا بيبتدي ادريان يحكي لها كل اللي حصل من البداية، وبيقول لها ان هو كان على علاقة بالمصورة اللي اسمها لورا، وان للأسف في حد عرف بعلاقتهم دي وابتزهم ان هو يدفع لهم 100,000 دولار، وفعلا راح هو ولورا الفندق عشان يقابلوا الراجل ده هناك ويدوله الفلوس، ولكن بيوصل رسالة لأدريان من موبايل لورا اللي هي اصلا معاه في الأوضة، فبيقلقوا جدا وبيحسوا ان في حاجة غلط وبيقرروا انهم يمشوا بسرعة من المكان. ولكن اثناء ما أدريان بياخد شنطة الفلوس بيجي واحد من وراه وبيخبطه في المراية، وبيقع أدريان على الارض فبيفقد وعيه، وبيفوق أدريان بقى على خبط الشرطة على الباب، وبيتفاجئ ان لورا وقع على الارض وميتة، وان الشرطة بتقبض عليهم متهمين ان هو اللي قتلها. وبيبقى أدريان متأثر جدا وهو بيحكي للمحامية، ولكنها بتقول له ان الشهود كلهم قالوا ان مفيش حد دخل او خرج من الأوضة، وان الشرطة كمان لما جت تفتح الباب لقت الباب مقفول من جوه، وحتى مقابض الشبابيك مقفولة من جوه، ومعنى كده ان مفيش حد دخل ولا خرج حتى من الشباك، وان كل ده بيثبت ان اللي قتل لورا موجود في الأوضة، وطبعا ما كانش فيه في الأوضة لاند. وبيقول لها اللي بيتقال عليا كده، وبيكون اللي بيتقال عليه ان لورا اغرمت بيه وحاولت تهدده انها هتقول بعلاقتهم، وان هو قرر يديها فلوس ولكنها رفضت، ولما رفضت قرر ان هو يقتلها. وبيقول لها ان كل ده كذب وما حصل، وان حتى مراته سابته وخدت بنته وبعدت عنه بعد اللي حصل، ولكنها بتقول له على فكره كل اللي انت بتقوله ده هيوصلك للسجن، وان مفيش اي حاجه من اللي انت بتقولها دي تثبت براءته. وبتوري له صوره في جورنال عن شاب متوفي في حادثه اسمه دانيال، وبتقول له لو انت فعلا عايزني اساعدك يبقى انت لازم تحكي لي عن كل حاجه بالتفصيل. وفعلا بيبتدي أدريان يحكي لها، وبيقول لها ان من 3 شهور كلم مراته وقال لها ان هو مسافر في شغل في اسبانيا ولكنه كان مع لورا، وبيمسك موبايله وبيبص على بنته كده وبيقلق جدا وبيحس ان هو ممكن يفقدها لو مراته عرفت علاقته بلورا. وفعلا في طريقهم وهم راجعين بيقول لها انهم لازم ينهوا العلاقه اللي ما بينهم دي، ولكن فجاه بتعدي غزاله للطريق وبيعملوا حادثه وبيخبطوا كمان عربيه فيها شاب صغير، ولما بينزلوا يبصوا على الشاب ده للاسف بيلاقوه مات. وبيحاول أدريان يكلم الشرطه بسرعه عشان تيجي، ولكن على طول لورا بتروح وبتمنعه وبتقوله لو انت اتصلت بالشرطه الناس كلها هتعرف بعلاقتنا انا وانت. وبيعدي ساعتها شخص في عربيه وبيشوفهم، ولكن لورا بتعرفه ان هي كانت راكبه العربيه اللي هناك وانهم خبطوا في بعض هي وأدريان، وانها بس بتاخد بياناته عشان يقدروا يصلحوا العربيه لبعض. ولكن ساعتها تليفون الشاب الميت في العربيه بيرن، فبتروح على طول لورا وبتاخده وبتنهي الاتصال، وبيعدي الراجل من جنبها بالعربيه ولكن بيكون في دم بيقع من العربيه، فعلى طول بتقف لورا قدامه عشان تداريه والراجل ما ياخدش باله، وبيمشي فعلا الراجل. وساعتها لورا بتشيل التليفون في جيبها وبتروح وبتقول لأدريان انه لازم يتخلص بسرعه من الجثه، لان طبعا مش هيبقى في قضيه من غير جثه. وفعلا بياخد دوري عربيه دانيال عشان يتخلص منها، وفعلا بيروح ناحيه بحيره وبيتخلص منها في الميه، وبتركب لورا عربيه أدريان، ولكنها للاسف بتلاقي العربيه عطلانه بسبب الحادثه، وبيشوفها واحد على الطريق وبيكون مهندس سيارات، وبيقول لها انه عنده ورشه قريبه وانه ممكن يساعدها، وفعلا بيقطر العربيه بتاعتها وبياخدها عشان يروح للورشه. واثناء ما هم في الطريق بتكذب عليه وبتقول له ان اسمها راكيل، وانها بس سالفه العربيه دي من اختها عشان تروح بيها مشوار، وانه اثناء ما هي ماشيه خبطت في غزاله والعربيه اتعطلت. وبيوصلوا فعلا لبيته وبيكون اسمه توماس، وبيبتدي يعرفها بمراته أليفيرا، وبتتفاجئ أليفيرا ان البنت متعوره، ولكن لورا بتقول لهم ان ده ممكن ما يكونش تعويره وانه بس مجرد دم من دم الغزال اللي خبط. وفعلا بتروح لورا وبتغسل ايديها من الدم، وبيروح توماس وبيبتدي فعلا ان هو يصلح العربيه. وفي الوقت ده بتبتدي أليفيرا تعرفها على ابنها، وبتتفاجئ لورا لما بتشوف صوره ابنها وبتعرف ان هو ده دانيال اللي عمله لسه حادثه معاه ومات. وبيجي بقى اتصال لأليفيرا من صاحبة دانيال، وبتقول لها ان دانيال لسه ما وصلهاش لغايه دلوقتي، وبتروح وبتحكي لتوماس جوزها. وبتقرر ساعتها أليفيرا انها ترن على دانيال على موبايله عشان تشوفه راح فين، ولكن الموبايل بيكون في جيب لورا وبيرن في جيبها، فعلى طول بتطلع الموبايل وبترميه بسرعه تحت مخده، وفعلا بيلاقوا موبايل دانيال في البيت. وبتستغرب امه لان عمر دانيال ما بيسيب موبايله وبيمشي، وبتكون العربيه فعلا اتصلحت وبتمشي لورا من المكان. ولما بتقابل أدريان بتقول له انك لازم تتخلص من العربيه دي، وفعلا بيروح أدريان وبيودي العربيه بتاعته تتقطع مع العربيات الخرده، وبيودعوا بعض لانهم خلاص مش هينفع يشوفوا بعض تاني. وبيروح بقى للشرطه وبيبلغ عن اختفاء عربيته، وتاني يوم بيتعامل عادي وبيروح شغله عشان ما
محدش يشك فيه. وبعديها بكام يوم بيتفاجئ في التلفزيون انهم اعلنوا عن ان دانيال مفقود، وبتبتدي الشرطة تدور عليه لانها بتبقى شاكة ان حصل له حاجة. وبنرجع لفيرجينيا المحامية، وبيوصل لها تليفون ان الشاهد فعلا وصل دلوقتي للمحكمة، وبيبقى ادريان مش مطمن فبيقرر ان يكلم المحامي الاساسي بتاعه وبيقول له ان هو هيوصل له فعلا بالليل. وبيبتدي ادريان يكمل للمحامية القصة كلها وبيقول لها ان في يوم الشرطة استدعته وقالت له ان في شاب اسمه دانيال مات بالقرب من بيته، وان والد الشاب ده شهد ان كان في بنت راكبة عربية وعربيتها كانت عطلانة بالقرب من بيته، وانه خد الارقام بتاعت العربية دي، ولما بيبحثوا عن ارقامها بيكتشفوا ان العربية دي تخص ادريان. ولكن ادريان بيعرفهم ان هو اصلا مبلغ ان عربيته مختفية وان اكيد في حد كان سارقها وهو اللي عمل بيها كل ده. ولما بيطلعوا بيبتدي المحامي يتكلم مع ادريان وبيقول له هو انت فعلا اللي قتلت الشخص ده، فساعتها ادريان بيسكت وما بيردش، وبيفهم المحامي ان فعلا هو اللي قتله، وبيقول له المحامي ما تقلقش انا هطلعك من القضية دي وهديك براءة. وفعلا المحامي بيقدر يثبت ان ادريان كان في باريس وانه ملوش اي علاقة بالقضية دي. وبيشوف ادريان اخبار على التلفزيون ان دانيال ده كان شغال في بنك وان هو سرق حوالي 100,000 من فلوس العملاء بتوعه، وانهم عرفوا السبب اللي خلاه يهرب لان هو بيبقى حرام. وساعتها ادريان بقى راح وقابل لورا، وبتقول له لورا ان هي اللي خدت المحفظة بتاعه دانيال منه قبل ما يرموا العربية في المية، وان هي اللي سحبت الفلوس دي من البنك عشان يشكوا فيه ان هو حرامي والقضية تتقفل. المهم بعديها بيرجع ادريان لشغله وبيكمل حياته عادي جدا، وكمان بياخد جايزة افضل رجل اعمال في السنة وبيعملوا له حفلة ويكرموه فيها. واثناء الحفلة دي بيجي له خبر ان في صحفي عايز يقابله، ولما بيطلع ادريان عشان يقابله بيلاقيه توماس ابو دانيال، وبيقول له ان هو متأكد ان ابنه مش حرامي، وانه شاكك انه يكون مات، وانه كمان عارف ان ادريان قبل ما يختفي كان عمل مكالمة من موبايله، وازاي بقى هم لقوا الموبايل بتاعه في الشقة، وان اكيد البنت اللي جات له للشقة دي هي اللي سابت الموبايل هناك وانها تعرف مكان ابنه دانيال، وانه كمان شاكك فيها لانها لما جت تركب العربية ابتدت تظبط الكرسي، ومعنى كده ان حد تاني كان راكب العربية دي مكانها مش هي اللي راكباها. وبيقول له كمان ان امه لما عرفت ان ابنها متهم بسرقة انهارت ساعتها ودخلت المستشفى، وبيطلب منه بس ان هو مش محتاج اي حاجة ولا هيتهمه بحاجة، هو بس محتاج يعرف لو ابنه مات عايز يعرف مكان جثته بس عشان يقدر ان هو يدفن. ولكن ساعتها بيجوا الحراس وبيبتدوا انهم ياخدوا توماس ويرموه بره المكان. وبنرجع تاني لفيرجينيا وبتبتدي انها تسأل ادريان وبتقول له هل انت شاكك ان ممكن يكون توماس هو اللي قتل لورا، وان هو جمعكم في الفندق ده وطلب منكم فدية عشان في الاخر يقدر ان هو ينتقم لابنه دانيال. ولكن ادريان بيقول لها ان في واحد يوميها شافهم، وانه كمان بعت له جواب مكتوب عليه دانيال ومصور فيه المكان اللي رمى فيه العربية، وان هو ده الشخص اللي طلب منهم الفدية، وبيكلمهم الشخص ده وبيقول لهم ان هو حجز لهم غرفة وانهم يطلعوا هما الاثنين ويستنوه في الغرفة دي وهو هيقابلهم هناك عشان ياخد منهم الفلوس. وفعلا بيوصل ادريان ولورا لهناك. وبنرجع تاني لفيرجينيا وبتبتدي توري لادريان صورة في جولنار، وبتوري له شخص معين كده وبتقول له ان الشخص اللي واقف وراك وانت بيتقبض عليك من الفندق دي تبقى ام دانيال، وانها اكيد هي اللي خططت هي وجوزها للحوار ده وقدرت انها تدخله للفندق لانها طبعا بتبقى شغالة فيه وسهل انها تعمل كده. وبعديها توماس ضربك واستغل كده وقتل لورا ولبسك القضية. وفعلا بيبتدي ادريان يقتنع بكلامها، وبتقول له بقى ان اللي احنا لازم نعمله ان احنا نثبت ان لورا كانت لوحدها في العربية، وان هي اللي عملت الحادثة وكمان خدت العربية ورمتها في المية، وانهم عشان يعملوا كده لازم يلاقوا العربية بتاعت دانيال ويحطوا فيها اي حاجة من حاجات لورا، وكده هيقدروا يثبتوا ان لورا هي اللي قتلت دانيال وان توماس ابوه هو اللي قتل لورا انتقاما لابنه. وفعلا بياخد الخريطة وبيبتدي يعلم لها على المكان اللي رمى فيه العربية، وبيبقى معجب جدا بذكائها وانها هتطلعه من القضية دي براءة. وكمان بيعترف لها ان اثناء ما كان بيغرق العربية بيتفاجئ ان في صوت جاي من الشنطة، ولما بيفتحها بيتفاجئ ان دانيال لسه عايش، ولكنه بيقرر ان هو هيقفل الشنطة تاني ويرميه في المية ويموته، لان طبعا كل ده لو اتعرف ساعتها ادريان هيتحبس. ولكن ساعتها بقى بتتعصب المحامية فيرجينيا وبتقول له طب تعالى بقى نرجع من الاول كده ونفكر فيها بشكل تاني، ان كل اللي انت حكيته ده حصل فيه العكس، وان انت لما خبطت دانيال وافتكرته مات لورا هي اللي حاولت تكلم البوليس لكنك انت اللي رفضت ومنعتها، وان انت اللي اخدت المحفظة بتاعته وسرقت كمان الفلوس من البنك. وبتعرفوا ان لورا بعد الحادثة كانت بتعاني من نوبات قلق، وده ظاهر في التقرير الطبي بتاعها، وانها كانت عايشة على طول وهي حاسة بالذنب، وانها كانت شايفة ان انت عايش حياتك طبيعي وهي اللي ضميرها مأنبها. وقررت ساعتها لورا انها تكلم اهل دانيال وتحكي لهم بكل اللي حصل، وان لورا هي اللي كلمتك وقالت لك ان في حد بيهددهم واتفقت معاك على المكان اللي هتتقابلوا فيه، ولما رحت لها طلبت منك انك تدي الفلوس اللي معاك دي لتوماس ومراته، وكمان تروح وتعترف لهم ان انت اللي قتلت ابنهم وتعرفهم المكان اللي حدفته فيه عشان ياخدوا الجثه ويقدروا ان هم يدفنوه. ولكن طبعا الكلام ما عجبكش وقررت انك تقتل لورا وضربت دماغك في المرايه عشان تبعد القضيه عنه. بس ادريان بيقول لها طب وليه لورا اصلا ما بلغتش البوليس من الاول قبل ما تعمل كل ده، ولكنها بتقول له البوليس ما كانش هيوصل لحاجه لان طبعا
مفيش قضية من غير جس، وانهم كانوا لازم يستجوبوه ويعرفوا منه مكان الجسة فين. وبتاخده عند الشباك بقى وبتوريله مفاجأة، وهي ان توماس واقف قدامه في الشباك التاني وان كل ده بيراقبه، لانه قرر ان هو اللي هيجيب حق ابنه بنفسه عشان طبعا معرفش ياخد من الشرطة حاجة. ولما بيقلق أدريان بيبتدي يطلع لها الصورة ويقول لها ان ام دانيال في الصورة وان ده هيبقى دليل في صالحه، ولكنها بتقول له بص كده على المراية مش هتلاقي اي انعكاس لامه وان دي صورة معمولة بالفوتوشوب. وبتسأله بقى هو مين اللي قتل لورا، فبيعترف ساعتها وبيقول لها انا، وبتطلب منه بقى انها هتريح 10 دقايق كده وترجع له تاني، ولكنه بيتفاجئ بحبر القلم اللي في جيبه. ولما بيطلعه بيلاقي ان القلم ده مزيف وان هو مسجل. وفي نفس الوقت ده بقى بتكون فيرجينيا وصلت عند توماس وبيحضنها توماس، وبيكون طبعا سجل كل الكلام اللي قاله ادريان. ولما بيبص ادريان تاني من الشباك بيتفاجئ ان فيرجينيا واقفه مع توماس وبتقلع العدسات وبتقلع الماسك والباروكه اللي على وشها، وبيتفاجئ لما بيلاقيها دي هي ام دانيال، وان دي كلها خطه عاملاها هي وتوماس عشان يقدروا انهم يوقعوا ادري. وبتوصل ساعتها فيرجينيا بقى المحاميه الحقيقيه، وفي نفس اللحظه دي بيبتدي توماس بقى يبلغ الشرطه عن قاتل ابنه. وهنا بقى بيخلص فيلمنا، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اللي كتب السكريبت ده واللي منتج الفيديو واللي كمان سجل اخوكم ايمن اللي هو انا يعني.